أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار من قناة يمن شباب، وإليكم أبرز العناوين. شهداء وجرحى في قصف ميليشيا صالح والحوثي أحياء سكنية بتعز. ميليشيا صالح والحوثي تتكبد خسائر فادحة في تعز والضالع وشبوة ومأرب. منظمات دولية صنعاء على شفا كارثة اقتصادية بسبب سيطرة الميليشيات الحوثية. أهلا بكم. تمكن الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية بمحافظة مأرب من استعادة مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيا صالح والحوثي. وقال مصدر ميداني ليمن شباب أن الجيش والمقاومة الشعبية سيطروا على الجبال الشمالية الشرقية من مفرق الجوف ضمن السلسلة الجبلية لفرضة نهم. وأضاف المصدر أن تقدم الجيش والمقاومة الشعبية أتى بعد صدهم لهجوم شنه الحوثيون وقوات صالح على مواقع قريبة من مفرق الجوف. وبحسب المصادر قتل 8 من مسلحي الحوثي وصالح وجرح آخرون، فيما استشهد 3 من أفراد الجيش الوطني والمقاومة. وللوقوف على آخر الأحداث في مأرب معنا مراسلنا من هناك ذياب جابر. ذياب، كيف هي الأوضاع الآن؟ نعم معنا ذياب الشاطر. نعم المواجهات لا زالت متقطعة بين فينة وأخرى، تبدأ حين ثم تعود للمواجهات العنيفة في الأخرى. الجيش الوطني يمشي على خطة واضحة، ومتى يعني متى ما اكتملت أجزاء الخطة نفذ الهجوم نحو الهدف الذي يريد السيطرة عليه. نعم. وبفضل الأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تنجح هذه الخطوط كثيرا، وإن كانت بشكل بطيء إلا أنها تحقق نتائج ثابتة وجيدة. نعم، إذا حتى اللحظة هل نقول أن هل يمكن لنا أن نتوقع أن في الوقت القادم سيكون هناك مزيدا من الحسم لصالح المقاومة ودحر الحوثيين؟ الموقع الذي سيطرت على المقاومه يوم امس هو موقع في الشمال مفرق او شمال البرده. نعم. وهناك فرعي جبلي وعر يمر من تلك الجبال الشماليه للبرده يصل حتى مسوره. الجيش الوطني يحاول احكام السيطره على المنطقه او المناطق الجبليه التي يراهن مقاتل الحوثي عليها. الحوثيين انسحبوا من كل يعني اندحروا من كل الاماكن التي كانوا يسيطروا عليها من قبل في الجوف مارب، لكنهم الان يتمركزون ويراهنون على الجبل من جبل هيلان وحتى جبل صلب. نعم. وحتى جبال الفرضه وسلسله جبال الفرضه الشماليه والجنوبيه وسلسله جبال فدبا ثم جبال العقبه بالجوف. هذه السلاسل الجبليه هي الاماكن التي يراهن عليها مقاتلي ميليشيا الحوثي وصالح في المرحلة القادمة. نعم ذياب، هذا ربما على وضع الصعيد الجبهات والقتال، ماذا عن الوضع الإنساني في مأرب؟ الوضع الإنساني في مأرب تحسن كثيرا في الأيام الأخيرة، خاصة بعد إمدادات المساعدات الإنسانية التي أتت من مركز الملك سلمان للغاثة الإنسانية، وخاصة فيما يخص الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية. لكن في الجانب الآخر مكتب الصحة يوم أمس أعلن حاجته للدواء والمستلزمات خاصة في المستشفيات الريفية والمتوزعة في المديريات. هناك تحسن ملحوظ كثير خاصة بعد إخراج الحوثي من مأرب
وبقي الصراع في اطرافها واطراف على حدود محافظه صنعاء ومحافظه الجو. نعم ذياب، تحدثت عن ان هناك احتياج ربما في بعض الحالات وان المواطنين في مأرب طلبوا بعض الاحتياجات. اتساءل هنا عن هل الطرق مؤمنه الى مأرب تماما بحيث تصل المساعدات في الوقت المناسب وبلا اي عوائق؟ مأرب كغيرها من محافظات الجمهورية تعاني من حصار من كل الاتجاهات بالنسبة لبقية محافظات الجمهورية. ليس المأرب إلا منفذ وحيد، وهو المنفذ الذي يتجه نحو حضرموت ثم منفذ العبر والوديعة، هو المنفذ الوحيد الذي يغطي الآن مأرب وغير مأرب من بقية محافظات الجمهورية. هو المتنفس الوحيد الذي لا يزال مفتوح أمام مأرب، وهو الذي ساعد كثيرا في ان الوضع يعني تحسن كثيرا في الايام الاخيره. نعم، اذا ذياب اشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من مأرب. وفي محافظة تعز قتل 11 من الميليشيا الحوثية وصالح الانقلابية في اشتباكات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. مصدر في المقاومة الشعبية قال إن اشتباكات دارت بين أبطال المقاومة الشعبية من جهة وبين الميليشيا الحوثية وصالح الانقلابية من جهة ثانية بالمصراخ، فيما صد رجال الجيش والمقاومة هجوما لميليشيات الحوثي والمخلوع على مواقع المقاومة في جبهة الدحي وجولة المرور والبعرارة والحصب، وتمكنوا من تدمير مدرعة عسكرية وتكبيد الميليشيا خسائر فادحة. وفي مديرية مقبنة قتل مسلح حوثي وأصيب 5 آخرون إثر قيام الميليشيا باقتحام قرية العشملة. وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا الانقلابية قامت بتفجير منزل الشيخ أحمد محمد قاسم البصير من قرية العشملة بمقبنة. وفي تعز أيضا استشهد مدني وأصيب 20 آخرون بجراح بقصف مدفعي عشوائي شنته ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على الأحياء السكنية. وقالت مصادر محلية إن القصف الذي تعرضت له أحياء الجمهورية أو الجمهوري وثعبات وعصيرة ومستشفى الثورة والدرن والزهراء وقرى جبل حبشي أدت إلى خسائر مادية وبشرية. هذا وتواصل ميليشيا صالح والحوثي الانقلابية تشديد الحصار الخانق على منافذ المدينة الرئيسية ومنع دخول المواد الغذائية والاحتياجات الخاصة بالمواطنين. وقالت مصادر محلية إن الميليشيا المتمركزة في منفذ حبلي سليمان غربي المدينة قامت باحتجاز المواطنين لساعات طويلة وتفتيشهم واستفزازهم بطريقة لا أخلاقية، ومنع دخول المواد الغذائية والدوائية والإغاثية والمشتقات النفطية وقيدت حرية التنقل. قتل 6 حوثيين وأصيب آخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت الميليشيات بمديرية بيحان بمحافظة شبوة. مصادر محلية أكدت أن المقاومة استهدفت الحوثيين في مدينة ريدان بمديرية بيحان العلياء أسفرت عن مقتل 6 حوثيين وإصابة آخرين. من جانبها قالت المصادر إن ميليشيا صالح والحوثي داهمت عددا من منازل المواطنين في مدينة العليا في بيحان واختطفت العشرات من المواطنين. قتل 8 حوثيين وأصيب آخرين جراء تجدد المواجهات العنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي في محافظة الضالع. وقال مصدر محلي إن المواجهات العنيفة تجددت في منطقتي يعيس والعرفاف في دمت. وأكد المصدر أن المواجهات أسفرت عن مقتل 8 حوثيين واستشهد 1 أبطال المقاومة الشعبية فيما أصيب آخرون من الجانبين. وأوضح المصدر أن الحوثيين حاولوا التقدم من اتجاه مدينة دمت باتجاه منطقة مريس في الضالع عبر يعيس والعرفاف، إلا أن القوات تصدت للهجوم وأن مواجهات أعقبت ذلك مما أسفر عن سقوط القتلى والجرحى. حققت حملة أطلق المعتقلين تفاعلا واسعا من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن.
وتفاعل عدد كبير من النشطاء مع الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما أطلق الوسم الخاص بالحملة بعدة لغات، وتهدف الحملة للضغط شعبيا في سبيل إطلاق المعتقلين في سجون جماعة الحوثي الانقلابية. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. تضامنية جديدة مع المختطفين اليمنيين في سجون الميليشيات الانقلابية انطلقت مساء اليوم الاثنين تحت شعار لحرية المختطفين، شملت الإعلام الجديد وبمشاركة مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية. حملة الحرية المختطفين أطلقها نشطاء وجرى تدشينها مساء الاثنين، وأخذت طابع مبادرة شبابية طوعية تداعى لها نشطاء يمنيون من داخل اليمن ومن كل العالم، استشعارا منهم المسؤولية تجاه هذه القضية الإنسانية بحسب تصريحات منسقي الحملة. واستخدمت عددا من اللغات العالمية لنقل معاناة مئات النشطاء والسياسيين والإعلاميين المختطفين في سجون الميليشيات الإنقلابية. أهداف إنسانية وحقوقية وراء الحملة التي أطلقها نشطاء، إذ أن الحملة ركزت على فضح الممارسات والانتهاكات الإنسانية والقانونية التي تمارسها الميليشيات الإنقلابية، وإعطاء معاناة المختطفين مساحة اهتمام في الرأي العام المحلي والعربي والدولي. في الوقت ذاته دعت مختلف وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية الناشطة في المجالات الحقوقية والإنسانية المشاركة في الحملة وتشكيل اصطفاف إنساني لمناهضة جرائم الإنقلابيين وانتهاكاتهم المتصاعدة لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في اليمن، والتي تتعرض لأبشع أساليب القمع، داعية إلى المشاركة في ممارسة الضغوط على الميليشيات الإنقلابية من أجل سرعة الإطلاق الفوري للمختطفين، والذين يمثلون مختلف الفئات والشرائح والنخب السياسية والعسكرية والإعلامية والناشطين الحقوقيين والمناهضين السلميين للانقلاب المسلح على الشرعية الدستورية اليمنية، بالتوازي مع شروع تلك الميليشيات في إحداث شروخ في النسيج اليمني وتدفع بإعطاء الصراع أبعادا طائفية، وتمارس عمليات اختطاف وإخفاء وتعذيب في انتهاك صارخ لقوانين حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي. وكان تقرير أصدره المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان منتصف ديسمبر الماضي قال أنه وثق أكثر من 7000 حالة اختطاف خلال المدة التي غطاها التقرير، ومن ضمنها 1900 حالة اختفاء قسري، مشيرا إلى أن انتهاكات الميليشيات الإنقلابية بحق المختطفين بلغت حد استخدام بعضهم دروعا بشرية في 6 حوادث على الأقل، في حين لا تزال الميليشيات تنكث بتعهداتها للأمم المتحدة بالإفراج عن المختطفين. كشفت منظمات دولية أن العاصمة صنعاء التي يحتلها الحوثيون منذ أكثر من سنة تعيش كارثة اقتصادية، وقال تقرير صادر عن منظمة هاندي إن من أهم مسببات الكارثة تفاقم نسبة البطالة، حيث أصبح معظم السكان يعيشون تحت خط الفقر ولا يجدون فرص عمل بسبب إغلاق واحتلال الكثير من المرافق الخاصة واستبدال العديد من موظفي الدولة العاملين في القطاع الحكومي بموظفين تابعين لميليشيا الحوثي لا يملكون كفاءة العمل ولا حتى الخبرة. وأشار إلى أن العديد من الجمعيات والمنظمات التي كانت تكفل العديد من الأسر أصبحت إما مغلقة أو محتلة من ميليشيا الحوثي، الأمر الذي زاد من تفاقم الوضع الإنساني في العاصمة صنعاء ومحيطها الجغرافي. دشن بمدينة الضالع مشروع توزيع السلة الغذائية المقدمة من دولة الكويت للأسر النازحة والمتضررة من الحرب التي شنتها ميليشيا المخلوع صالح والحوثي. المشروع وفقا للقائمون عليه يستهدف 2100 أسرة نازحة ومتضررة من مناطق الحرب بمديرية الأزراق وفي المحافظة. إذن مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي نشرتنا لهذا اليوم، وإليكم تذكير بأهم العناوين. شهداء وجرحى في قصف ميليشيا صالح والحوثي أحياء سكنية بتعز.
ميليشيا صالح والحوثي تتكبد خسائر فادحة في تعز والضالع وشبوة ومأرب. منظمات دولية صنعاء على شفا كارثة اقتصادية بسبب سيطرة الميليشيات الحوثية. مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله.